السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحباب، حلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. حياكم الله. بعد أن عانت الإهمال والتهميش طيلة 6 عقود من عمر تأسيسها وإنشائها مطلع ستينات القرن الماضي، حظيت مدينة الصدر شرقية العاصمة بغداد باهتمام كبير من قبل الحكومة الحالية بعد أن قطعت شوط كبير لوضع اللبنات الأولى لخطط العمل لتأسيس مدينة الصدر الحديثة. المشروع السكني نموذجي يهدف لتخفيف حدة الزخم السكاني على التصميم الأساس، بما يتضمن من إنشاء 90,000 وحدة سكنية متكاملة الخدمات. المشروع بما يمثله من نقلة نوعية في مسار السكن في مناطق شرق العاصمة، فإنه يعد أيضا رسالة اهتمام استثنائية وأولوية حكومية لأهالي هذه المدينة اللي تجرعت سنين من سياسات الاستبداد وما تلاها من إهمال. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، نتحدث عن تجاوز آخر بطرق جديدة. الكويت تدخل الحدود العراقية بنصب محطات التنقيب لنفط آبار العراق، الأخير ينتفض بمذكرات احتجاج ترفع إلى الأمم المتحدة في خطوة لوضع الحدود لهذه التجاوزات اللي تستدعي التدخل الأممي بترسيم الحدود الجغرافية للبلدين حفاظا على سيادتهما والموارد الاقتصادية لكليهما. بالتالي هاي التجاوزات إن لم يوضع لها الحد لإيقافها فمستقبل الأراضي العراقية في خطر بحسب المؤشرات اللي يقراها المراقبون. هذين الملفين مشاهدي الأحبة راح يكونون ضمن محاور حلقتنا لهذه الليلة ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام. تفضلوا بالبقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور محمود الهاشمي مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود، وأرحب أيضا بالسيد نبيل العلي الخبير الاقتصادي. ضيوفا كرام، أبدأ مع حضرتك دكتور، نتحدث عن مدينة الصدر، هذا المشروع اللي اتخذته الحكومة برؤية جديدة أوجدتها ضرورة بأن تبني الدولة هذا المشروع وتتبنى خطط واضحة وشاملة لحل الجذر الأساسي لأزمة السكن، كيف تنظر إلى هذه المجريات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم لضيفكم الكريم مشاهديكم الكرام. لك كل التحية دكتور، مرحبا بك. أولا حق السكن حق شرعي لأي مواطن يسكن على أي أرض في الكون، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى خلقه وسخر له الأرض وما على الأرض من كائنات لخدمته. فعندما لا توفر له مسكنا لا يحق لك أن تطالبه بأي حق آخر، لأن السكن هو أبسط مستلزمات التي يجب أن توفرها الدول إلى شعوبها. مدينة الصدر من كانت هي مدينة مختنقة بالسكان، والمساحة الممنوحة للمواطن اللي هي 140 متر بالأصل لا تصح، خاصة أن كان أعداد ليس بالقليلة منهم عندما وردوا إلى هذه المدينة وسكنوها لأول مرة كانوا يحتاجون إلى حظيرة حيوانات، أيضا إلى تربية بعض الدواجن لغرض العيش، بمعنى كانوا يحتاجون أصلا مساحات. هؤلاء تكاثروا مع تعاقب السنين
وأصبح العائلة التي تتكون من 4 أو 5 وصل الرقم لبعض هذه المساكن إلى 25، بمعنى أن الإنسان ربما يمتلك إلى 1.5 متر زنزانة حصتة من بيته. هذا ينعكس على وضعه النفسي عندما تزدحم الخدمات، الحاجة إلى الخدمات، وعلى وضعه الاجتماعي، كيف له أن يستقبل أحدا في هذا المكان الضيق، ناهيك عن حركته وعلاقة الأسرة مع بعضها البعض، غالبا تحدث مشاكل وخلافات. ثم أين يتزوج هؤلاء الشباب في هذا المكان الضيق؟ وهذه المشاكل نحن على قراءة دقيقة فيها. كيف تتعامل الدولة مع خدمات هذه المنطقة؟ هذا مهيئ ل4 أو 5 نفرات، الآن تسكنه 25، لابد أن توفر له خدمات أكثر. نفس البنى التحتية للمدينة من قبل حوالي 40 سنة 50 سنة، الآن أنت تأتي بنفس البنى التحتية حتى تعيش هذا الشعب، شنو هاي عقوبة؟ يعني فوق ما أنتم جبتوهم من محافظاتهم، جابهم بالإقطاع، يسوق بهم ويعتدي عليهم ويهينهم، تجي النوب أنت تقدم له إهانة أخرى في داخل بغداد وتسكنه سكنة في هذه المناطق اللي أشبه بالكهوف، هذه مشكلة كبرى. الآن وتعاقبت الحكومات وهذه المدينة لم تحل مشكلتها، اندفع قسم منهم إلى منطقة الحسينية، قسم إلى منطقة الشعاب، إلى الرصافة عموما، ولكن لم تحل المشكلة الأساسية. أقول ما دمتم قد فكرتم يا حكومة السيد السوداني، الحكومة التي تعمل على تقديم وبرنامجها خدمي وواحد من برامجها هو السكن، جدوا حلا لهؤلاء الذين بحاجة ماسة إلى مثل هذا. نحن نشد على أيديهم ونبارك هذا الجهد، ولكن لا نتمنى أنكم تعيشونهم في خيالات الحصول على مسكن، ثم بعد ذلك كما ذهبت 10 في 10 وغيرها من المشاريع. نأمل أن يكون المشروع جديا. متى ما يكون هذا المشروع يدخل حيز الاقتصاد أستاذ نبيل، نقول أننا وضعنا يعني أقدامنا على الطريق الصحيح؟ وهنا يؤكد رئيس الوزراء على المضي بالتعاقد مع جهة استشارية رصينة لغرض وضع التصاميم العامة وكذلك التصاميم التفصيلية للمدينة الجديدة ومرافقها الخدمية، مشاريع البنى التحتية الخاصة بها. إذن لما تكون هنالك إرادة لدى الحكومة وتتساوق مع الموازنة اللي تمتد ل3 سنوات، هل نستطيع أن نقول بأن هذا المشروع سيرى النور بشكل واقعي كما يشير إلى بعض المخاوف الدكتور الهاشمي؟ نعم، بالبداية تحية لكم ولمشاهديكم الكرام، وأيضا تحية لضيفك الكريم. يعني بمناسبة يعني الحكومة السوداني الحالية حكومة تبحث عن إيجاد حلول لقضية السكن، يعني تركز من خلال حديثها، من خلال منهاجها الوزاري المقدم عن قضية السكن، لكن بالحقيقة لا وجود لخطط استراتيجية واضحة. يعني لحد هذه اللحظة ما عندنا استراتيجية لحل أزمة السكن بشكل يعني فعال أو على الأقل بشكل مدروس، وبعدها ممكن ننتقل إلى آمال وتطلعات لحل هذه المشكلة. بعض المحاولات موجودة، محاولات مثلا محاولات استحداث المدن الجديدة، مثل ما شاهدنا استحداث بلدية جديدة هي في النهروان، سميت ببلدية علي الوردي، وأخرى في مناطق مختلفة من العراق. هذه واحدة من النوايا اللي يعني هي ضمن برنامج وزارة الإسكان والبلديات، هذه واحدة من النوايا. اليوم احنا نستمع أيضا إلى مشروع الحكومة الخاص بمدينة الصدر، ولا هو يبرز كأنما نوع من أنواع الخصوصية لهذه المدينة، ويعني حتى بعض الأشخاص قد يعني يحاول ان يعني ان يلطخ بهذا المشروع انه هو كوبي لمحه سياسيه، لكن رغم ذلك هي المدينه مكتظه بالسكان، وهذا الاكتظاظ يعني يشكل مشاكل اجتماعيه واقتصاديه عده، وقد يكون اولى محاولات معالجه الاكتظاظ بالسكان في محافظه بغداد هي قد تركز على اولويات المناطق المكتظه جدا مثل مدينه الصدر، شرق بغداد، وايضا مدينه الحريه ممكن تكون في مناطق شمال غرب بغداد وغيرها من المناطق اللي مكتظه اللي تبدي من عندها
نهضة التحول ونهضة لحل حل قضية الاكتظاظ العام بالسكان. المشروع يعني هو يتضمن ما يقارب 90,000 وحدة سكنية، وهو العدد اللي يساوي عدد مدينة يعني عدد دور مدينة الصدر الحالية. أيضا هذا 90,000 يعني منشأة على أرض مخصصة خصصتها أمانة بغداد بحدود 4,000 دونم. وقد تكون الكلفة الإجمالية لتنفيذ هذا المشروع بحدود 4.5 إلى 5 مليار دولار. إذا جينا على الكلفة، إحنا لحد الآن ما لمسنا عن يعني آليات تنفيذ هذه المدينة، يعني آليات تنفيذها وطرق تنفيذها. هل هي عقود مقاولة لصالح الحكومة تبنيها والحكومة بعدين تتصرف في طريقة توزيعها أو طريقة بيعها أو غيرها من الأمور، أم هي ستدخل قضايا الاستثمار وقد يكون واحد من الاحتمالات المستبعدة، أم هي ستدخل ضمن عقد هجين أشبه بالعقد اللي أنشأته الحكومة في بسماية، اللي هو عقد مقاولة بالنسبة للحكومة مع الشركة. يعني الحكومة سددت أموال بسماية، بس بنفس الوقت هي عرضتها كمستثمر للراغبين بالشراء وعبر المصارف بالتعاون مع بعض المصارف الأهلية والمصارف الحكومية، وبالتالي تم التسديد وتم يعني تسويق الوحدات السكنية. فلحد الآن ما واضحة من خلال بيانات الحكومة عن آليات تنفيذ مثل هذا العقد، عقد كبير وممكن يحتاج لفلوس هواية، وقد تكون التزامات الحكومة يعني المختلفة غير قادرة على تلبية مثل هذا يعني واحدة من هذه الالتزامات. فأنا أعتقد اللجوء إلى عقد مشابه لما تم تنفيذه في مدينة بسماية يعني يكون هو يمكن يكون أفضل للجميع، تكون الحكومة قادرة على إنشاء مثل هذا المجمع، وتكون الأسعار هي ضمن الأسعار المعقولة، وأيضا ممكن بالشركات التخصصية الكبيرة على غرار شركة هنوا اللي نفذت مشروع بسماية قد تكون قادرة على تنفيذ المشروع بسقوف زمنية يعني عاجلة وسريعة. فهذه كلها من المقومات اللي قد يعني تنجح مثل هذه المشاريع، بدل لا دائما نسمع عنها. تحدث السيد محمود عن انه دائما احنا يتردد مع الحكومات مشروع 10 في 10، كان واحد من هذه المشاريع اللي طرحت سابقا، حتى للحكومة السابقة كان هناك نية لإنشاء وتطوير مدينة الصدر وتوسيعها وهم ما صارت. وبالتالي حتى لا يكون حديث الحكومة الحالية هو يعني معاد أو حديث مكرر كما حدث في الحكومات السابقة، لازم هناك يعني وجهة نظر محددة وواقعية وطريقة ممكن هي عن طريقة تنفذ مثل هذه المشاريع، بدل اليوم تحولها إلى تصاميم، ومن التصاميم راح بعدين أتفكر بآليات حلها. فأنا أدعو الحكومة إلى استثمار أو أن تكون هي الجهة المستثمرة، أن تحاول أن توفر الأموال وتكون تمنح العقد كعقد مقاولة للشركات كبرى، وبالتالي هي تكون هي الجهة المستثمرة، وبعدين تبيع العقارات بأسعار طبعا معقولة بسعر الكلفة إلى المستفيدين من عندها أو الراغبين بالشراء لها، مثل ما حدث على غرار مدينة بسماية. طيب. واليوم أنت تشوف هناك تفاوت كبير بين أسعار الشقق والوحدات السكنية التي توفرها مدينة بسماية عن نظيراتها في المجمعات السكنية اللي هي البناها المستثمرين. طيب. بشكل خاص، واللي المستثمرين هم يعرضوها للمبيعات بشكل خاص بحدود 4 أضعاف أو 5 أضعاف، بمعنى أنه الاستثمار داخل المدن قد كلف المستهلك أو المشتري 5 أضعاف ما قيمة الحقيقية لسعر الوحدة السكنة، في حين أسعار بسماية هي خير دليل أنه ممكن تكون الوحدة السكنية الواحدة تكون بحدود 50,000 دولار، بعيدا عن الأسعار اللي معروضة في بغداد 250,000 أو 300,000، وربما حتى بعض المجمعات يعني تصل إلى 400 و500,000 دولار للوحدة السكنية الواحدة. هذا التفاوت هو اللي ممكن تدرس الحكومة، وممكن هي تسعى على الأقل تضع اللبنة الأولى لقضية حل أزمة السكن. هذه 90,000 وحدة سكنية قد لا تمثل أكثر من 5% من حجم الطلب، وربما أقل. يعني حجم الطلب يتحدث البيانات عن حجم الطلب ممكن يكون 2 مليون وحدة سكنية أو 2 إلى 3 ملايين وحدة سكنية. طيب. وهذا ما راح تنحل فقط بهذه المدينة، لازم عندك على الأقل 15 مشروع خلال 5 سنوات القادمة أو 3 سنوات القادمة. نعم. 15 مشروع منتشر. ضخامة المشروع وحجم الطلب، خلي أمسك هذه الفكرة وأنقلها للدكتور محمود الهاشمي. لما نتحدث عن 90,000 وحدة سكنية في مدينة الصدر دكتور محمود، بما يكون هذا المشروع حيوي مهم، هل راح يحقق نقلة نوعية في مجال المسار السكني
إذا كان هذا المسار لم يكفي الأزمة السكن، هل هنالك إمكانية لنقل هكذا مشروع إلى جهة الكرخ؟ أشارت حضرتك وأشار الأستاذ العلي مدينة الحرية واكتظاظها وغيرها، ساعدنا إذا مشروع بسماية في الرصافة، مشروع مدينة الصدر الجديدة في الرصافة، بالتالي الكرخ نسيت في هذه الحالة. نتحدث عن كل هذه المعطيات، وهل سيكون المواطن أيضا لديه الإمكانية لشراء هكذا وحدات سكنية؟ هنا نتحدث عن أقل وحدة سكنية 30 مليون كدفعة أولى. يعني هو إذا تريد تقيم المشروع وأن تسميه، لأن هذا المشروع السكني معنية به مدينة الصدر، بمعنى لا يحق لأي شخص آخر من مدينة أخرى أن يسكن به، لابد أن توفر شروط، يعني شروط السكن، معنى أولا يجب أن يكون من هذه المدينة. طيب لازم ندخله في مواصفات، لأن قد يكون هذا الرقم الموجود الحاجة تكون بحاجة إلى أكبر، لابد أن تكون هناك نقاط يتم استخدامها، وهذه الشروط لازم أن تدرس من الآن. يعني ثانيا، هل هي هبة يعني من الدولة لأبناء مدينة الصدر، باعتبار هذه مدينة فقيرة ولها حق على الدولة ولها تاريخ كبير من التضحيات؟ إذا كانت القضية هي دفع مبالغ تامة من المواطن إلى الدولة باعتبار هي التي تقيم هذه المشاريع، فما الذي قدمناه إلى أهل المدينة إذن؟ وهم يروحون يبنون بيوتهم ويسكنون أسوة تنبلة، أو تقيم مشروع مثل بسماية الآن، هو لو عنده فلوس خو يروح البسماية يعني ويسكن بها بشكل طبيعي، ليش باقي بهذا البيت المختنق ويعيش هذه الظروف الصعبة؟ إذن لابد أن تقدم له مواصفات، وتقدم له أيضا بما يخص هذه المدينة بالذات لأسباب معلومة أنها مدينة ضحت كثيرا والآن تعيش ظروفا صعبة اجتماعية وسكنية. هذا أولا. الشيء الثاني، أنا أعتقد أنه الذهاب إلى قانون البنى التحتية هو الطريق الأسلم لحل مشكلة السكن في العراق، بدل أننا بين الفينة والأخرى نتحدث عن مشروع، وعن لحد الآن نعد التصاميم، وهذه التصاميم كم سنة تحتاج حتى تعدها، وبنى التحتية تريد لها كهرباء وتريد لها ماء وتريد لها مجاري وتريد لها مساحة ومدارس ومستوصفات، كل هذه أنت لابد أن تأتي قبل هذا الحديث عنه، لأن أنا عندما سمعت الحديث وكأنما لأول مرة يتم الحديث عن مشروع سكني لمدينة الصدر، وكأنما هذه المدينة الآن بدأنا نفكر كيف نعالج أمرها. الحقيقة احنا ناس كإعلاميين لم نترك أسبوعا أو شهرا أو عاما إلا وتحدثنا عن مأساة السكن في داخل هذا الحي. روح شوف أبنائهم الآن وين ساكنين، إما يدفع إيجار، وفيهم الآن من نفس الناس اللي تعمل بهاي الفضائية، أنا أعرف قسم من عندهم فروا بعيدا عن أهلهم وفي مساكن صعبة جدا حتى يدفع الإيجار، لما تنطيه أنت الآن راتب 500 أو 600 في أعلاها، وهو يسكن ب 400، أقل إيجار الآن 350-400، ويدفع الكهرباء ويدفع الإنترنت ويدفع المولد. طيب ما الذي أبقيتموا له؟ حتى قسم منهم رفضوا الآن حتى أن ينجبوا أولاد، يعني أطفال يشوفون، لأن ما عندهم مكان يتحركون به. أنت الآن نتناقش الموضوع، هسه نعد تصميم، والتصميم لازم نجيب له شركات، والشركات لازم تكون كفوءة وتحمل تاريخ، هذا الشيء في الوهم. هذا الشيء الآخر، إحنا الآن عندنا قانون البنى التحتية، هذا القانون جدا مناسب معنا. لماذا؟ ربما السؤال، لأن إحنا الآن ما عندنا أموال فائضة بالميزانية لغرض البناء والإعمار والاستثمار، أغرقنا الموازنة بالتشغيلية، يعني بالكاد، وأعتقد أستاذ نبيل يعرف أحسن من عندي بجانب الاقتصادي، كنت أنا معاه قبل فترة ونناقش هذا الموضوع، يعني أنه لم يبقوا له سوى شيء بسيط 15% و20% من
الموازنة لغرض الاستثمار. نعم. طيب هذا المن نخليها ل 15 20، نخليها للمشاريع الجديدة الآن اللي لازم نفتحها، نخليها للسكن اللي هو جانب خدمي، لإعادة وتأهيل المصانع. 15 ألف معمل ومصنع عندنا الآن خابلة، يعني بدون عمل خاملة، لمشاريع السكك والحديد اللي احنا الآن نتحدث عنها، الطرق الجافة وغيرها من المسائل. إذن قانون البنى التحتية أو اتفاقية العراقية الصينية هذه بإمكانك أنت الآن تودع يومية 300 ألف برميل تدفعها إلى الصين وتودع في هذه المصارف، وهذه المصارف ممكن هي تمول هذه المشاريع، وممكن أن نفض الموضوع. عدا هذا أنا أجد أننا سنتأخر كثيرا في الإعداد إلى هذا المشروع، مع قناعتي أن السيد السوداني عندما زار الموضوع يكون قد أشبع في الاستشارات قبل أن يصل إلى هذا المشروع. ولذا نتمنى حقيقة أن لا يكون المشروع في حدوده سبب. نحن بحاجة إلى 3 ملايين وحدة سكنية جديدة. 3 ملايين وحدة سكنية هذه مو بتحل مشكلة بسيطة هنا، لا، أنت خذ لي كل مساحة العراق. هذا الموضوع لا تحله لحل أزمة السكن سوى أن نذهب إما الاتفاقية الصينية أو نعود إلى قانون البنى التحتية التي كان قد عطله مجلس النواب يوما. نعم. طيب لما يكون هذا المشروع أستاذ نبيل، يعد الخبراء والمتابعون بأنه خطوة باتجاه إعمار مدينة الصدر اللي عانت من ضعف الخدمات، ولا بد من تكاتف جميع الجهود لإكمال هذه الرؤية الحكومية. خلي التمسك العذر أستاذ نبيل وأذهب إلى السيدة مهدية عبد الحسن، عضو لجنة الخدمات النيابية، تنضم معي عبر الهاتف. أهلا بك سيادة النائبة. نتحدث عن مدينة الصدر ومشروع مدينة الصدر الجديد. كم من المدة الزمنية المطلوبة بعد إنجاز التصاميم أن تظهر هذه المدينة بحلة جديدة وتشهد تنفيذ المشروع من قبل شركات عالمية متخصصة كما أشار رئيس الوزراء؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لكم ولقناتكم الموقرة ولمشاهديها الكرام، ومن أرض الإمام الحسين أتحدث معكم الآن. حياكم الله. الله يحفظكم. مدينة الصدر الكل يعرف تحتاج إلى التدخل بالجانب الخدمي من كل المحاور، سواء كان التربوي، الصحي، الاجتماعي، الثقافي. وحتى أكدنا كمبادرة من لدن نواب مدينة الصدر اللي موجودين الآن في مدينة الصدر والبالغ عددهم ما يقارب 6 نواب، كانت لدينا مبادرة تم رفعها ومقابلة شخصية مع السيد دولة رئيس الوزراء. كانت هذه المبادرة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية لمدينة الصدر، فضلا عن المشاريع الآنية اللي تحتاجها هذه المدينة. لعل من أبرز هذه المشاريع التي طرحت في هذه المبادرة هو وحدات سكنية، يعني أكدنا على جانب السكني حل أزمة السكن والانشطار غير الطبيعي في مدينة الصدر، فضلا عن أزمة الطرق والاختناقات المرورية التي ألقت في ظلالها سلبا على المواطن اللي موجود في مدينة الصدر. كانت أيضا المبادرة بناء مستشفى مدينة طبية في مدينة الصدر، وتعبئة طرق معينة، فك اختناقات إلى آخره، كثير من القضايا التي طرحت وتم تصنيفها كل حسب اختصاصه. بالنسبة لقضية السكن، كل الأوليات تم تحويلها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإحنا كلجنة خدمات وأعمار نيابية تم استضافة السيد مستشار دولة رئيس الوزراء سيد محمد صاحب الدراجي، باعتبار أنه ملف الجانب السكني اللي يتعلق متعلق ببناء 90,000 وحدة سكنية خارج إطار مدينة الصدر، يعني خلف السدة. هنالك مساحة وفضاء واسع جدا يقرب 6,000 دونم. في بعض المشاكل تم الاستماع إلى هذه المشاكل من السيد محمد صاحب الدراجي باعتبار هو الملف موجود عنده. ومن هذه المشاكل هو التجاوزات اللي الآن موجودة ضمن المساحة أو الفضاء اللي الآن معد لبناء 90,000 وحدة سكنية أسوة بمنطقة بسماي. يعني هذه المدينة مو فقط وحدات سكنية دون وجود الخدمات. نعم. هذه وحدات سكنية مع وجود الخدمات بكل مفاصلها لتكون أسوة بمنطقة بسماي اللي الكل الآن يشاد
يشار لها بأنه هي حلت أزمة كبيرة في السكن. طيب طريقة التوزيع سيدة مهدية، طريقة توزيع هذه الوحدات السكنية وفق الآلية المادية، يعني كم يدفع المواطن؟ هل هي ستكون استثمارية على غرار مدينة بسماية؟ هل ستكون التكلفة أكثر أم أن الوحدات ستكون لأهالي مدينة الصدر بتكلفة واطئة؟ طبعا القضية آلية التوزيع لم تطرح بعد. نعم. هل هو جانب استثماري؟ هل يتم توزيعها وفقا للضوابط؟ هل تستثمر للمواطن؟ هذا لم يطرح بعد صراحة، لأن لا زالت الشركة المفروض تكون شركات رصينة. كان بالإجماع في الأمانة العامة أنه هذه الشركات تكون أجنبية للمتابعة والإشراف والتصميم. إحنا الصراحة كانت الكلفة جدا باهظة كأموال بالنسبة لي، التصميم والمتابعة والإشراف ارتئينا في لجنة الخدمات أن لا تكون هنالك متابعة وإشراف من هذه الشركات، فقط تكون تصاميم لقضية الكلفة المالية تكون أقل، حتى ممكن أن تصار هذه الأموال إلى المدينة السكنية، وممكن الجهات ذات العلاقة هي تكون معنية بالإشراف والمتابعة، إضافة إلى الجانب الرقابي من لجنة الخدمات والأعمار النيابية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا السيدة مهدية عبد الحسن عضو لجنة الخدمات النيابية، انضمت معنا عبر الهاتف. حياكم الله. شكرا لك مرة أخرى، وأرجع لحضرتك الأستاذ نبيل، كنت قد سألتك عن هذا المشروع اللي يعد خطوة بالاتجاه الصحيح لإنجاز مشروع مدينة الصدر الجديدة، كيف من الممكن أن تتضافر جميع جهود الجميع حتى يرى هذا المشروع النور؟ نعم، طبعا هي اليوم الكرة هي في ملعب رئاسة الوزراء، يعني هي تقريبا هي الجهة اللي قد تكون مشرفة على كل الجهات، و أمانة بغداد، البلديات، مراكز التمويل والأموال، الموازنة، هي تكون هي المسؤولة الأولى عن مثل هذه البشرية. ليست هناك جهة محددة، يعني حتى في قضية تجاوز بعض القوانين أو القرارات، قرارات خاصة بمجلس الوزراء هي اللي قد تكون تتبناها رئاسة الوزراء بشكل حصري. نجاح مثل هذه المشاريع يعكس كإيجابيات لصالح هذه الحكومة، فشلها طبعا تحسب عليها. فبالتالي احنا يعني نؤيد مثل هذه المشاريع مهما كانت، حتى وإن كانت في غياب استراتيجية، على الأقل قد تكون هي بداية. يعني مثل ما شاهدنا مثل بالمشاريع الاستثمارية سنين طويلة الناس تسأل عن المشاريع الاستثمارية السكنية، طبعا لها وعليها من سلبيات وإيجابيات، لكن بداية الشروع بهذه المشاريع في سنة 2012 بدأت تظهر النتائج. يعني أولى المجمعات السكنية اللي ظهرت في العراق، مجمعات سكنية عن طريق الاستثمار، ظهرت في 2016، حفزت الكثير من المشاريع. اليوم عندنا الكثير من المشاريع ممكن تخلص بعد سنتين رغم سعرها العالي، لكن هي راح تمتص جزء من الأزمة، تمتص 5% تقريبا من الأزمة بالرغم من سعرها العالي، في حين إذا سوينا أكثر من خط متوازي في عمل سياسات إسكانية مختلفة، سياسات إسكانية لمعالجة الاكتظاظ في مدينة الصدر، سياسات إسكانية للتوسع في جانب الكرخ من بغداد، سياسات إسكانية للمحافظات، ونربطها مع المصالح الاقتصادية للسكان، يعني وجود معامل، مصانع، مناطق صناعية، مناطق تجارية وغيرها من القضايا، احنا راح نبدي عمليا راح ندخل في استراتيجية تنهي قضية أزمة السكن. اليوم اريد ارجع لك شوية على بعض الإحصائيات يعني متعلقة بالسكن. عندنا دقيقة. يعني قبل 2003 بحدود 2002 كان عدد الأسر العراقية وعدد المساكن العراقية تقارب 3 ملايين وربع أسرة عراقية يقطنون بحدود 3 ملايين أو 3 ملايين وربع منزل. يعني كانت هناك نوع من أنواع الأزمة، أزمة السكن، لكن بشكل محدود قد لا تزيد عن 250 ألف وحدة سكنية نقص في ذلك الوقت. مع تزايد أعداد السكان وصلنا إلى حدود 8 ملايين وربع أسرة وعائلة في العراق تحتاج لها 8 ملايين وربع منزل. نعم. في حين احنا ظلت عقاراتنا تقريبا بنفس العدد، يعني ظلت احنا عندنا بحدود 3 ملايين بيت واحنا صار عندنا 8 ملايين وربع أسرة، ولهذا التقديرات تجي عن مليونين إلى 3 ملايين وحدة سكنية مطلوبة. هذا وين راحت هاي الملايين من الأسر؟ راحت أما انعكست على شكل قسمة البيوت والعقارات وقعدوا بيها سوا بيوت، وقعد حدود 700 ألف وحدة سكنية في العشوائيات
تضم 3 ملايين نسمة تقريبا أو أقل بقليل. فهذا هو التضخم اللي صار، أنه أنت عندك زيادة بأعداد الأسر والعوائل أكثر من ضعفين تقريبا بحدود ضعفين، في حين ظلت وحداتك السكنية على وضعها، وهذا الفرق هو اللي تحول الوحدات السكنية تقسمت، وجزء من الناس سكنت العشوائيات وجزء باقي ساكن بالإيجارات بأعداد هم قليلة جدا. فأنت صار عندك هذه الفجوة الكبيرة اللي ده تواجه المجتمع. فبالتالي أنت كل عملية كل مشاريع نحكي بها عن 50,000 أو 100,000 هي قد يعني تمتص بجزء مهم وكبير من أزمة السكن، خصوصا إذا بغداد مثلا وصلناها إلى حدود 300,000 وحدة سكنية تنفذ خلال 3 سنوات 4. أنت أعتقد أنه راح الأزمة السكنية راح تقل بدرجة كبيرة والعقارات تنخفض أسعارها بدرجة كبيرة، يعني هذا هو أهم سبب كبير من أسباب تضخم أسعار العقارات في الوقت الحاضر. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ نبيل العلي الخبير الاقتصادي، أثريت الحوار في هذا الملف، وتتفضل بالبقاء معنا دكتور محمود الهاشمي بعد الفاصل، نتابع مشاهدي الأحبة. تحدث ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة عن انتهاكات الجوار من شمال وجنوب البلد، تخترق السيادة وتتمدد إلى الداخل، أراضي العراق أكثر تخترق يوما بعد آخر. الكويت تعود مجددا بمخالفات دولية وانتهاكات واضحة يواجهها العراق باحتجاجات رسمية، سعيا لوضع الحدود الممكنة أمام التجاوزات المعلنة من قبل الكويت بالاستحواذ على نفط الجنوب المغذي لاقتصاد البلد. الزميل نهى الشمري عادت أن هذا التقرير، نتابع التقرير ومن ثم نفتح محاور الحديث مع ضيوفنا الكرام. خرق المواثيق الدولية والاتفاقات الأممية لدى الكويت تستفحل على الأراضي العراقية، خصوصا في ملفي المياه الإقليمية وسرقة النفط من الآبار المشتركة بين الجانبين، من خلال عملية التنقيب على الحدود التي تعمل عليها الكويت في المرحلة الراهنة بعيدا عما أقر في الاتفاقيات المبرمة، وهذا ما يخل بمبادئ حسن الجوار بين البلدين. ولا بد أن يكون هنالك موقف سيادي سياسي في هذا الأمر حتى لا تتمادى الكويت أكثر فأكثر في عملية مد اليد على كثير من الأراضي. طبعا هنالك رسمات وربما قد تكون مشاريع استراتيجية تنوي دولة الكويت وضعها وإنشاها على الحدود العراقية التي هي بالأصل حدود عراقية. أعتقد يجب أن يكون هناك تفاهم وتفاوض مباشر مع دولة الكويت والذهاب إلى المنظمات الأممية. إضافة إلى انتهاك سيادة البلد والتجاوز على أراضيه، فالكويت تخنق رئة العراق الاقتصادية التي تضعه أمام خسائر مالية كبيرة بحسب رأي الخبراء الاقتصاديين، الأمر الذي يتطلب موقفا دوليا وأمميا حازما يكبح الجانب الكويتي فيما يخص الملفات العالقة بين الجانبين، حيث قدم العراق احتجاجات تم إيداع نسخة منها لدى الأمم المتحدة لغرض حماية المصالح السيادية. أعتقد بأن هذا الموضوع يؤثر اقتصاديا على العراق، كون التجاوز الكويتي على حصة العراق النفطية التي فرضتها أو وجدتها الطبيعة، كون هذه المنابع هي من المنابع الغنية بالنفط، إذن ستؤثر على إنتاج العراق وعلى حصة العراق النفطية في المنطقة. العراق يجب أن يتدارك الموقف من خلال التفاوض مع الجانب الكويتي. مراقبون يرفضون الانتهاكات المستمرة من الجانب الكويتي التي ربما تصل إلى قضم بعض الأراضي العراقية مستقبلاً إن لم تحل الملفات الشائكة بين الجانبين التزاماً بالمواثيق الدولية والمعاهدات المبرمة. مذكرات احتجاج يقدمها العراق للحد من التجاوز على أراضيه وانتهاك السيادة من قبل دولة الكويت التي تؤثر بدورها على الرئة الاقتصادية للبلد. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله، وجدت ترحابي بحضرتك الدكتور محمود الهاشمي مدير مركز الاتحاد الدراسات الاستراتيجية ضيفا كريما في الاستوديو، وكذلك انضمان عبر سكايب السيد دريد العنزي الخبير الاقتصادي. أهلا ومرحبا بكم ضيوفا كرام. دكتور محمود، نتحدث عن السيادة العراقية ولكن بها أيضا جنب اقتصادية، الكويت لما تضع محطات تنقيب النفط بالقرب من الحدود العراقية، هسه ما بدي نقول تخترق الحدود العراقية ولكن تعرف حضرتك النفط يعني هو هذه الثروة الوطنية اللي العراق يعتاش عليها، ومن ثم هنالك
تجاوزات لم تهدأ لحد هذه اللحظة، مسارات هذا هذا السلوك السياسي أو السلوك الاقتصادي بين الدولتين كيف سيكون؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم سيد الكريم. يعني خلال فترة مراحل عمرنا التي عشناها طويلة والتي قاربت 70 عام، لا يمر عام دون أن تكون لنا مشكلة مع الكويت. العمر الطويل إن شاء الله بس كون بلا مشاكل أريد إحنا. وهذه المشاكل ترقى إلى مستوى الجانب العسكري وهو الأخطر، حيث أن تعاقب الحكومات ليس ترفاً عندما تحمل قطعاتها العسكرية وتتجه، فغالباً ما تكون مثل هذه الاستفزازات، حتى أكون صريحاً يعني كدولة بحجم الكويت جارة وصديقة يجب أن لا تستفز الدولة الجارة لها. يعني التجاوز على المياه ليس بالقليل، هم يعلمون جيدا على سبيل المثال كل المسافة التي لدينا إطلالتنا على الخليج هي 50 كيلو، نتنفس منها ونرى العالم منها، وهم لديهم إطلالة على 500 كيلو، يعني لا تشكل شيء. قمنا بالدعامات، وضعوا دعامات داخل المياه الإقليمية، قمنا ببناء وإنشاء ميناء الفاو لتطوير حركة التجارة لبلد تعداد نفوسه 40 مليون، وهم لحد الآن مليون. قاموا ببناء ميناء المبارك والذي يخنق ميناء الفاو. صحيح أن تقيمه على الأرض، ولكن هذا يؤثر تأثيرا كبيرا على حركة الملاحة في موانئنا. هذا استفزاز لا تنتهي بذلك، تذهب إلى الجانب البري ويوميا نقدم الدعامة متر وعشرة أمتار. أولا بلدكم مليون، إنجابكم مو بطريقتنا، يعني عددكم مناسب هاي الفترة كلها طويلة، ونحن الآن وصل عدد نفوسنا إلى 40 مليون، ونحن بلد جار. اجعلونا أصدقاء لكم، اضمنوا علاقتنا بكم هذه العلاقة الطيبة. لماذا هذا الاستفزاز؟ يعني صياد عراقي، صيادون عراقيون يصطادون، إذا عبروا متر أو مترين تمسك بهم الشرطة الكويتية وتوجعهم ضربا وتعيدوهم لنا يعني إلى المستشفيات مباشرة. طيب هذا يستفز ويخلق نوع من التراكم لدى المواطن العراقي. طيب. سنة سنتين 3 سنوات هذا التراكم يتجمع. طيب. ويتحول وينفجر في وجه دولة جارة لنا. لماذا تبقى الأمور رمادية بيننا وبينكم؟ احنا نعرف جيدا أن الاتفاق يا أستاذ أحمد، الاتفاق الذي تم بالأمم المتحدة بال91 إلى 93، بعد دخولنا الكويت العراقيون لم يحضر، يعني ممثل العراق لم يحضر لهذه الاجتماعات، هم الأمم المتحدة وفق أهوائهم خططوا ووضعوا. طيب. لنا رغما على أنوفنا هذه الحدود التي وجدناها. طيب. المواطن عندما يشعر الآن هو في آخر قضية، يعني كانت هو هذه نصب المنصة. أستاذ دريد وجد ترحاب بحضرتك، لما وزارة الخارجية العراقية تقدم رسالة احتجاج إلى الكويت وأعلنت أنه العراق يرفض قيام الجانب الكويتي بنصب محطة للتنقيب عن النفط في خور الخفقة الواقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للعراق، هذا الموضوع شلون راح نشوف تداعياته؟ عفوا السؤال لي أستاذ دريد العنزي. نعم الأستاذ دريد العنزي، تفضل. نعم. أستاذ دريد. السلام عليكم، شكرا على الدعوة ومرحبا بكم. حياكم. هي الموضوع مو موضوعة دعامة ولا موضوعة حدود برية أو بحرية، هناك مواضيع نفسية دخلت بالقضية. أنا أبدي مع الكويت مو من صيغة التوسل، أبدي مع الكويت بصيغة أنا العراقي اللي تأخرت باتخاذ كل قرار
كل قرار اتخاذه نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالداخل. القرارات اللي اتخذتها الكويت بطيئة ومتباطئة وحرشة، احنا نعرفها ومطمئنين لها، لكن احنا العراقيين كان الأولى. يعني مثلا لو استمر الدعم وتطوير ميناء الفاو بقرار واحد، قرار واحد ما اتفقنا معاهم أن نمد سكك الحديد 1.5 مليار دولار خسرت بإيقاف المرحلة الأخيرة مع الميناء مبارك. يا سيد الكريم، قراراتنا اللي تنطي للكويت الفرصة أن تتقدم. احنا هسه إذا أمر أن ننفذ ميناء الفاو، هاي صار يعني قصة السبع، ما كل فروة السبع. هاي العملية أنا ليش انتقد الكويت؟ الكويت دتر تشوفني أنا متراخي، أنا متراخي مع الكويت، إلا ما طقت صياد طب هنا مترين. هذه عملية في كل دول العالم موجودة، لكن أن يجي ويبقى لا، أن أتأخر أنا وأسمح له مجال. وشنو دي يشوفون؟ احنا نقطة الضعف عندنا، يعني تيجي هاي الحكومة ما تفاوض بالطريقة وبالآلية اللي تفاوض الحكومة قبلها، واحنا نسمع من هالكلمات هاي والرشاوى والعبارات. احنا هاي يعني انا ما عندي مستمسك لكن ما اصدقها، لكن الاساس انا لو ماشي في ميناء الفاو شو يسوون؟ خلي يسوون بخور عبد الله. هسه ميناء مبارك راح يربون بيه دجاج لقرار واحد، أنه ما أربط معاكم سككي، قرار واحد ما أربط سككي. أنا أظل أتوسك بالكويت، عندي قرار داخلي. أنا صار من 53 أشتغل أحفر وطلع ماء نفط خام، هم بال 79 جو يطلعون نفط خام، أنا 20 سنة قبلهم. هذه كانت ادعاءات، وعدنا بعد أكثر، وأكو إمكانية. مجرد غلق بالرغم من ضعف العلاقة الاقتصادية مع الكويت، بس هسه أقول لهم راح أغلق صفوان، بس هسه هاي أنتم قاعد إذا تفتحون تعلقون تحفرون هنا بير راح أغلق صفوان، يبطلون يا سيدي الكريم. طيب ما الموضوع هو ليس نعم ليس بالجديد كما تفضلتم، وأن هنالك أسباب نفسية أسباب سياسية. دكتور محمود، يعني تعرف أنه السيد عبد الجبار عامر عبد الجبار تبنى الموضوع منذ أن كان وزير نقل، اليوم هو لما نائب قائد حراك برلماني خاطب وزير الخارجية بأن هذا التجاوز يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار. كانت هنالك استجابة من وزارة الخارجية بتقديم هذه المذكرة. هنا راح نشوف أنه قضية التعاون، أكو تكامل بين التشريع وبين التنفيذي، بين مجلس النواب وبين وزارة الخارجية، هذه كلها ألا تعتبر مسارات دبلوماسية، مسارات تدل على حسن النوايا؟ ليش أنه أكو تفاوت بالتعامل وليس هنالك تعامل بالمثل؟ يعني هذه المشكلة تخص التجربة السياسية في العراق إلى الآن، تجربة غير ناضجة بالشكل الذي نستطيع أن نذهب إلى أي قرار ونحن على قلب واحد. لا سفيرك بالكويت متحرك ولا وزارة خارجية بالعراق، إلى أن بالحث يعني لو نائب لو كذا يحثها على هذا الموضوع، بينما هي الجانب التنفيذي المفروض على الأرض قبل هذا أن تتحسس الوزارة الداخلية وتعرف هذه حدودنا وهذا اللي عبر على حدنا. ثم بعد ذلك وزارة النفط أيضا يجب أن تعلم، مو نائب يذكرهم بأنه يابا الكويتين عبروا علينا. الحمد لله لأن أقمار صناعية وتصوير وحدود معلومة، شلون يابا هم حفروا والآن وجاوزوا وتقربوا من أراضينا وزحفوا على أراضينا، وإحنا نائب بالبرلمان يذكرنا يابا عود أنتم ترى ذول عبروا على أراضيكم، وبعدين وزارة الداخلية تتخذ القرار. وإلى الآن الوزارة حتى هم لم تخبرنا يعني ما هي
ما هو القرار الذي صدر، ما هو حجم التجاوز، حتى لا يتحول إلى رأي الشارع واستفزاز، وهي علاقات تعرف بين دولتين يأثر على الوضع الاجتماعي. احنا دولة الكويت دولة وجارة لنا وكذا، احنا هم ما نريد يصعد الخطاب إلى أن يتحول إلى مشكلة وترقى إلى مشاكل مستقبلية. نتمنى أن يكون أولا الجانب العراقي صادق والجانب الكويتي صادق. يعني احنا عندنا آلام كثيرة من الكويتيين، خاصة بعد الديون التي لم تتنازل عن درهم واحد اتجاه العراق، العالم كله تنازل والكويتيين ما تنازلوا، هسه حقهم اخذوه. يعني كان ما كان قابل الشعب العراقي يتحمل مسؤوليته، الى الان راحت الحكومه وانتهت وهم يطالبوننا بالديون، ومن جراهم هم اودعوا اماننا بالبنك الفيدرالي. لا تخلون هذا التراكم يكبر كذا. احنا نسوق ميناء الفاو، انت تسوق قباله ميناء مبارك، وانت تعرف جيدا ان هذا الميناء راح يخنق هذا. طبعا المستشارين ادلوكم وذكروا للجانب الكويتي بان ميناء المبارك راح يخنق الميناء الفاو ويفقد الفائده من عنده. طيب انت محتاج، الحمد لله اطلالتك على البحر كبيره وبامكانك ان تقيم علاقات تجاريه واسعه، وعدد نفوسك هو الاقل، وانت تصدرون نفط بقد نفوسنا بقد كميتنا، وعددكم مليون واحنا عددنا 40 مليون. يعني هم واحد لازم ينظر، واحنا شلون تصير هي الجيره والخوه والعلاقه؟ شو نسوي بالنفط التزاحف على اراضينا وخالق لك مشكله مع جارك العراق؟ والان راح تتشكل البيانات والخطابات. والان انا يعني قبل ان ارد اكثر من 5-6 نواب يتحدثون عن الموضوع وكلها بيانات. هذه مشكله، هذه اعتيادي ايضا راح يظهر من جانب الكويت واحد، ربما يظهر لنا بالاعلام وايضا يستفزنا بكلمه وتتحول القضيه الى مشكله كبرى، وكان على الدول انه تحلها باسرع وقت. طيب احنا ما متجاوزين على اراضيكم يا عراقيين. طيب انت البارحه صياد مر عليك رجع لي جسمه ازرق من فوق لجوا، شنو ايش عبر عليكم؟ يعني عبر على شنو؟ يعني سرق اموالكم؟ عبر ل 10 امتار داخل البحر هذا، يدفعه روجه دفعته 10 امتار. مو مشكله انت تقص علي، يعني كانما انت دوله خصم 100% تتعامل معي ومع اخوتك العراقيين، اخوتك ذولا وتوب. شنو فرق الكويت عن اي منطقه اخرى؟ تجد لها طريقا للحل السياسي الدبلوماسي، على أي حال أن يكون هنالك استقرارا سياسيا بين البلدين. الدكتور محمود الهاشمي مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية أثرية الحوار في الملفين، شكرا جزيلا لحضرتك، ومع الاعتذار لعدم إفساح المجال الكافي لحضرتك الدكتور دريد العنزي الخبير الاقتصادي، انضممت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لحضرتك، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.